حلقتنا الجديدة من برنامج العلم للجميع لهذا الأسبوع التي ستعرض في يوم الخميس الساعة 9 مساء ستكون حلقة مشوقة جدا. كيف لا ونحن سنستضيف فيها أول رائد فضاء عراقي وصاحب 10 أرقام جينز القياسية، هو الكابتن فريد لفتة، وسيتحدث لنا عن تجربته في عالم الطيران وعالم جينز القياسي، وهو من رفع راية الله أكبر عاليا في كل المحافل الدولية، وصاحب رفع أطول علم في العالم في سماء إنجلترا، وهو العلم العراقي، هو الكابتن فريد لفتة. كذلك إضافة لفقرة براءة اختراع وتقنيات في تقنيات الطيران وأخبار علمية شيقة، انتظرونا ونحن على الموعد في الخميس القادم.